السلام عليكم. اليوم حبيت نسيي الخبز تاع ام وليد تاع 10 دقائق. نبدا في 2 كيسان ماء سخون، واحد زوج، نزيد لهم 2 مغارف سكر، زيد مغارف خميرة تاع الخبز، زوج مغارف لويا، زوج مغارف حليب بودرة، وهي قالت إذا ما عندكش تقدر تزيد لها الماء والحليب. أنا ما سيتلاش الماء والحليب، سيتلاها ديريكتومون لويا. نخلطو هاد المقادير كامل بياكم يكو. نخلطوا المقادير بيان، ندخل الماء في بعضهم، نزيد لهم 2 كيسان فريرة، نزيدو لهم رشة ملح، صديقنا كل واحد كاش ياكل الملح، ونخلطو مليح. كي تخلطو مليح المقادير تاعنا، نغطوها ونخلوها ترتاح. بعد ما خمرت زدنا لها 1/2 كاس زيت، نزيدو لها تاني شكارة تاع لابزور، ونبقاو نخلطو، ومن بعد نزيدو الفرينة حتى تلم معانا، كاش كاس ولا كاس ونص. هاديك العجينة ندلها شوية زيت باش ما تلاصقش، شوية فرينة باش ما تلاصقش، ندلكها كنلمها. نعجنها 1 دقيقة ولا 2 قسمات المروحة. هذيك العجينة تاعي بعد ما لميتها، يا ربي 1 مينوت ولا 2 مينوت، ندهنها بالزيت ونقسمها على حساب الحجم اللي انا حاباته تاع الخبزات تاعي. فوالا، فوالا
بصح في البنة الشكل. كما ندهنهم بالحليب ونخليهم يخمروا ومن بعد نطيبهم. فوالا الخبز تاعي راهو خمر. انا الفرن راني شعلته ربع ساعه من قبل يسخن مليح وندخلو يطيب. اوكي طيب نوريه لكم كيفاش خرج. السلام عليكم. بون حندير لوبيا تاع هشام للطبخ. في كوكوت درت شويه زيت طيب الدجاج يتقلى طوندون سامين. خليه يتقلى نعاود نوريكم. من جهه واحده اخرى نقيت الخضره. بون هو دوبلا لا كونتيتي تاع زروديه وبطاطا والبصل وقرعه وكامل. انا ما دوبليتش باسكو ما ناشفي بزاف دونك هاوليك واش نسحقو كوم خضره. دوك ناشي نقطع البصل والثوم. الثوم انا ما حطيتوش هنايا ونكملو. بون راني قطعت البصل والثوم. اسمحوا لي هذا الفيديو ماشي للمبتدئات مانيش نحط فيه الديتاي كش نسكرفش طوماطيش ونقطع البصل. المهم اللي ما عندهمش الوقت برك لي يساعدهم هذا الفيديو. دونك نروح نشوف الدجاج تاعي اذا تحمر نزيدو معاه. فوالا الدجاج تاعي راهو تحمر. راني نقصت الفرن وزدت له البصل مع الثوم. نخليهم يتقلاو بوندون 7 مينوت 8 مينوت ونعاود نولي. انا سكرفشت هنا حبه طوماطيش وزدت لها مغرفه طوماطيش تاع البواطه ودوك راح نزيدهم لهذاك البصل والدجاج اللي يكونوا تقلاو دركا. نزيد لهم القرعه والبطاطا وزروديه دارهم هكذا باسكو حيرحيهم من بعد. خلوهم يتقلاو ونعاود نولي لكم. بون بلا ما نساو لي زيبيس بيان سور مع الملح. دار هو فلفل الكحل. انا ندير كلش رشه فلفل الكحل فلفل الاحمر راس الحانوت والكمون ودار الثوم مرحي. انا ما عنديش الثوم مرحي ما نديرش. فوالا بعد ما كملت تقلاو مليح درت لهم رميت لهم اللوبيا بعد ما شمختها وغسلتها وكانت مكونجليه يعني. نزيد لهم ثاني ما سخون ونخليها تغلى. فوالا بعد ما مرقتها نغلقها ونخليها تطيب. سا ديبون كل واحد والكوكوطه تاعو. انا تاعي طول شويه شويه طول شويه بالك حتى ساعه غير باع ولا ونعاود نولي لكم. بعد ما طابت لي اللوبيا نحيت كامل الخضره نحطها نرحيها ونزيد لها غراف تاع اللوبيا. بعد ما ترحت نزيدو هذا هنا فوالا انا رجعنا هذا خلنا حتى من طيب اوفا تشرب شويه الماء وتتجانس بيان كوم الفو ونحوها نروح نضرب لها الخبز.